الواسطة والمحسوبية، من يأخذ حق الآخرين في الأماكن المسؤولية والوظائف، ما هو حكم من يتولى هذا حق عدوان غيره؟ يا سيدي عدوان. نحن دائما وأبدا يجب أن تضع الإنسان المناسب في المكان المناسب. نعم. وكان سيدنا عمر إذا طرح عليه اسم إنسان لوظيفة ما يقول ليس هناك. نعم. هذه الوظيفة تحتاج إلى خصائص لا يملكها هذا الإنسان، فأن تضع الإنسان المناسب في المكان المناسب هذا من النجاح الكبير في الحياة. دائما وأبدا الإنسان هو المعول عليه في التقدم صحيح والتألق والرقي. نعم. فإن لم يكن هذا الإنسان في المستوى المطلوب أدى عكس مهمته صحيح. وخيب ظن الناس بالدين. ما حكم من يولي هؤلاء أو على الأقل من يأخذ حقه في مكان ما؟ أعطيك قبل الحكم. نعم. الإيجابيات. الإيجابيات. نعم. كان سيدنا عمر إذا أراد تعيين إنسان بولاية فقال خذ عهدك كتاب التعيين وانصرف إلى عملك واعلم أنك مسؤول رأس سنتك وأنك تصير إلى أربع خلال فاختر لنفسك. الله. واحد، إن وجدناك أميناً ضعيفاً استبدلناك لضعفك وسلمتك من معرتنا أمانتك، أول بند. نعم. إن وجدناك خائناً قوياً استهلنا بقوتك وأوجعنا ظهرك وأحسننا أدبك. إن جمعت الجرمين الضعف والخيانة جمعنا عليك المضرتين. وإن وجدناك أميناً قوياً زدناك في عملك ورفعنا لك ذكرك وأوطأنا لك عقبك. لذلك قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. لذلك أنا حينما أعين موظف لا بد من شرطين. نعم. الكفاءة والإخلاص. القوي كفاءة، الأمانة إخلاص. الله. إن خير من استأجرت القوي الأمين. نحتاج إلى كفاءات عالية جداً. نعم. ونحتاج إلى ولاء عالي جداً، ولاء للأمة. نعم. ولاء للدين، ولاء للمجتمع. نعم. بدنا كفاءات عالية ولاءات عالية. نعم. بهذا ننهض وإلا نحن في طريق الهاوية. نعم.